لا يظهر الشارع الفلسطيني أي اهتمام سوى القليل منهم في الانتخابات الإسرائيلية، فالجميع يؤكد أن فوز اليمين أو اليسار أو الوسط لا يعني لهم شيئا، فكل تلك الأحزاب الإسرائيلية تحمل أوجها لعملة واحدة عنوانها الاستيطان وإنهاء حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم. ولا اليمين ولا اليسار، كل أعدائنا، ما بنحب سواء نجحوا هذول أو مش هذول، كلهم مش صالحنا. اليمين نفس اليسار واليسار نفس اليمين، هم بدوروا حول قضية يعني إنهم يخرجونا من أراضينا، مزبوط ولا لا؟ فلذلك يعني هم عندهم هدف يعني معين، الهدف هذا بدور على اليمين وعلى اليسار، فراح يتطبق علينا. إحنا دولة فلسطينية، لازم نسأل عن انتخاباتنا الفلسطينية بتوقع. الإسرائيلي احتلال أصلاً، ما هي إسرائيل؟ هي دولة احتلالية فقط، كلها سياسة احتلال وحدة، هدفهم يحتلوا الضفة الغربية، سيطروا على مناطق ألف وباء وجيم كلياتها، وما في حلول سياسية، راح تكون حلول مؤقتة. بتمنى يفوز اليمين الإسرائيلي لأن سياسته واضحة، هو ضد المفاوضات وضد الشعب الفلسطيني. وينتظر الفلسطينيون خطوات أكثر شدة وقسوة من الماضي ضدهم، تتمثل في ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة على المستوطنات في الضفة وشن حرب على قطاع غزة. إذ أن تلك التصريحات ليست مجرد تهديدات من وجهة نظر مراقبين سياسيين، بل إنها فرصة إسرائيلية لتحقيق ما يريدونه سياسيا وميدانيا مع دعم لإدارة الرئيس الأمريكي لهم ونيتها الإعلان عن صفقة ما بات يعرف بصفقة القرن لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الآن نحن أمام مرحلة جديدة يستفيد فيها نتنياهو من الظروف الدولية وخاصة الدعم الأمريكي والظروف الإقليمية من أجل تنفيذ الضم بشكل معلن وليس بشكل غير معلن كما كان في السابق. والمطلوب هو خطة فعلية فلسطينية للخروج ولو بشكل تدريجي من اتفاق أوسلو وملحقاته الأمنية والاقتصادية. وعلى خلاف الشارع الفلسطيني الذي لا يكترث كثير منه بالانتخابات الإسرائيلية، فأن أعين المستوى السياسي الفلسطيني تترقب تلك الانتخابات وتهدد بأن أي خطوة من تعهدات نتنياهو بضم أجزاء من الضفة سيقابلها إجراءات فلسطينية تنهي كافة الاتفاقيات بين الجانبين. أيا كان الفائز في الانتخابات الإسرائيلية فإن الشارع الفلسطيني لا تعنيه تلك الانتخابات، فكل الأحزاب الإسرائيلية من وجهة نظره وجهان لعملة واحدة هدفها الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية. ضياء حشية، الغد، رام الله.